الآن ننتقل إلى أولاً first. What is a noun؟ الآن سنبدأ بالقسم الأول وهو قسم nouns الأسماء. First, what is a noun؟ ما هو الاسم؟ دعونا بداية نعرف الاسم. طبعاً هون الأوبجكتيف الهدف من أن نتعرف على الأسماء to be able to recognize nouns، أن نكون قادرين على أن نتعرف وندرك ما هي الأسماء. إذا nouns الأسماء. Let's read the following examples. دعونا نقرأ الأمثلة التالية. المثال الأول: Syria is beautiful in this time of year. My father works as a teacher. 3. أحمد goes to school every morning. إذا أعيد الجمل، أعيد قراءة الجمل. Syria is beautiful in this time of year. 2. My father works as a teacher. 3. أحمد goes to school every morning. أحمد إذا يذهب إلى المدرسة كل صباح. طيب الآن أريد منكم في الجملة الأولى. الجملة الأولى: Syria is beautiful in this time of year. أريد منكم أن نخرج الأسماء الموجودة في هذه الجملة. الجملة الأولى، أريد منك في الجملة الأولى أن تخرج لي اسم. Syria. Syria. إذن سيريا، أحسنت، ممتاز، لاحقوا. إذن سيريا، هل يوجد اسم آخر في هذه الجملة يا عبد الله؟ No. لا، ما في أي اسم آخر. طيب تيماء، برأيك في اسم آخر في هذه الجملة؟ Is there another noun in this sentence؟ لبابة، استاذير، time. إذن في عنا كلمة year، سنة، أيضا اسم. معناها بنستنتج من هالجملة هاي إنه الاسم ليس شرط أن يأتي كفاعل في بداية الجملة، وإنما من الممكن أن يأتي كمفعول به في نهاية الجملة، أليس ذلك صحيح؟ إذا لاحقوا هنا في بداية الجملة عندنا سيريا اسم ناون، وأيضا في نهايتها عندنا كلمة year. رح نأخذ المثال الثاني: My father works as a teacher. إذا my father works as a teacher، يعمل والدي كمعلم. الآن أريد يا أيهم منك أن تخرج لي الاسم في هذه الجملة. My father و teacher. Father، ممتاز، والاسم الثاني هو teacher، ممتاز. إذا في عنا اسمين هون، هو father و teacher. أيضا الجملة الثالثة: أحمد goes to school every morning. أحمد يذهب إلى المدرسة every morning، كل صباح. ولا يا ولا تفضلي الجملة، الاسم الأول في الجملة الثالثة. أحمد عند school. أحمد وأيضا school. في اسم كمان يا ولا، في اسم ثالث في الجملة. لا، ما في. طيب وكلمة مورنينج، كلمة مورنينج أليست باسم؟ أي، أليست اسم كلمة مورنينج؟ صباح. yes. إذن it is a noun. أحسنتي، شكرا يا ولاء. لاحقوا طلابنا الأعزاء، لاحقوا في هذه الجمل. الآن في الجملة الثالثة فلنقارن بين الاسم الأول أحمد ومثلا الاسم الثاني سكول. أحمد وسكول. أحمد هو اسم علم، أليس كذلك؟ أما سكول هو اسم عادي نستخدمه في حياتنا اليومية. أيضا نستنتج من الأمثلة السابقة بأن الأسماء أيضا تقسم إلى قسمين لنتعرف على أقسام الاسم. إذا we conclude that، نستنتج مما سبق. إذا كل الأمثلة السابقة وكل الشرح السابق كي نصل إلى نتيجة، النتيجة وهي على الشكل التالي:
A noun is a part of speech that names a person, place, thing, idea, action, or quality. بأن الاسم هو عبارة عن قسم من أقسام الكلام والذي يسمي الشخص أو يسمي مكان أو شيء أو فكرة أو حدث أو حتى كمية. تمام؟ إذن هذا هو الاسم. All nouns can be classified into two groups of nouns. كل الأسماء في اللغة الإنجليزية يمكن تصنيفها إلى مجموعتين، أي إلى قسمين. القسم الأول هو common nouns، أي الأسماء العامية، الأسماء الشائعة، والقسم الثاني هو the proper nouns،